مساعدة لوظيفة مهمة بمرتب كويس جداً. وظيفة إيش هذه؟ يمكن وظيفة خطيرة ومهمة. لو خطيرة أنا قدها. مش خطيرة ولا حاجة يا ليس، دي تبقى وظيفة علمية. علمية كيف يعني؟ أسافر البحر الأسود أفحص السمكة ومزعانف بنفسجي، وده يبقى نوع من السمك النادر جداً وللأسف مهدد بالانقراض، وطبعاً محتاج مساعد يجي معايا المهمة المميزة دي. طبعاً السمكة هذه هتكون خطيرة وزعانفها بتطلع نار وشكلها مخيف وبتعرف تطير وبتحاول تسيطر على العالم. يا ليس مش بالعافية يا ابني، سمكة عادية ما فيهاش حاجة، زعانفها بنفسجي. سمكة زعانفها بتطلع نار؟ لا. تبغى تسيطر على العالم؟ لا. هذا حيكون بحث علمي مهم جداً. دكتور أبو العينين، ممكن تقبل إني أكون المساعدة حقتك في المهمة هذه؟ في الحقيقة أنت بنت ذكية وبتعرفي تستخدمي الأدوات العلمية كويس أوي، ممكن أشغلك مساعدة ليا، بس لازم تاخدي إذن عيلتك بخصوص الموضوع ده. هستأذن حالاً. ترى ممكن يطلع لكم في الرحلة سمك زومبي بيطلع ليزر ويخلص على الكائنات الحية. يا ليس أخطر حاجة ممكن تحصل لنا في الرحلة دي جلنا برد. أرجوك يا ماما. مستحيل، قلت لك ما ينفع. بس يا ماما لازم أنضم للبحث، هذا ضروري. لا يا رزان، قلت ما ينفع، هذه مهمة مرة خطيرة. اتكلم انت مع بنتك يا ضرغام. لا تدف كده يا فلافيلو. مزقش ازاي يعني يا ضرغام؟ مش دي لعبة مصارعة؟ لا يا فلافيلو، هذه لعبة كورة. ضرغام، مو بنادي عليك؟ ايش؟ نعم للعنود. ما رح تدعمني في رأيي هذا ولا ايش؟ قول شيء لبنتك انت كمان. ايوه يا رزان، ما ينفع تسوي حرب زبادي في البيت. اصلا بابا مو سامعنا. برافو يا رزان، لسه بتحاول تقنع ماما توافق على السفرة هذه؟ قولي برافو. انا كمان يا ليل بحاول اقنع مامتك تعمل لنا جاتو فيل في بقالي ساعة. يا عنود، انت هتقومي تعمليه امتى بقى؟ فيل في، كلمة مضحكة جدا، فيل في. ماما، السفرة والبحث هدول مهمين لمستقبل العلم جدا. رزان خلاص، لو سمحتي اسمعي كلام امك. فلافيلو، لا ترمي علي عصيان الزاوية كده وتطيحني وتجري. طالما انت تبغي تروحي ومرة مصممة كده، لازم ابوك يروح معاكي وساعتها حوافق. ابشري. زي ما قلت لك يا رزان يا بنتي. ها؟ ايش؟ يلا اجهز يا ضرغام، هتروح مع رزان السفرة هادي. عنود، هتعملي في الفي مش كده؟ لا. خلاص بقى، هاجي معاكم الرحلة دي يا ضرغام وهجيب في الطريق. كلكم رايحين؟ يعني طبعا لازم اروح معاكم. جربناب جربناب، الفريق العظيم يبدأ المهمة. في الفي جاي لك. ايه اشبه تقيلة مرة كده. خلاص يا ضرغام، دي كانت آخر حاجة. خلصنا. أنا كمان خلصت يا دكتور. فين نحط هدول يا قبطان؟ بيقول حطوها على سطح المركب. أيوان يا ضرغام، حطها على طرف السطح بسرعة. اسكت يا فلافيلو، لو كنت انت ساعدتني كنا خلصنا من اول. اسف يا ضرغام، الفيلفي كان هيبرد. العدد تمام كده، كل شيء تمام، وانا مستعد لكل الاحداث الخطيره، وسهرت طول الليل بتدرب كويس عشان احسن نظراتي الثاقبه. بتدور على مغامره مش موجوده يا ليس. لو كل حاجه جاهزه يلا بينا نتحرك. توت توت. قصدي يعني كل شيء جاهز. وصلنا للبحر الأسود يا جماعة. مرة غريب، البحر الأسود أحلى من الصور اللي شفتها على الإنترنت والكتب. عندك حق، بس حاسس إن فيه حاجة غلط. بيقول البحر الأسود مؤخراً اتغير جداً، كان في حاجات كتير جواه مزعلاه. الزمامير دي عجباني يا ضرغام، عايز زيها. كبتانة بيبر التوت. فلافيلو لا تمزح، القبطان سامعك وشايفك. مفيش داعي تترجم ده يا كمبر، خلاص هشتري. هاي كده، في عندنا حاجات كتير زادت في البحث بتاعنا. مستعدة يا رزان نبتدي؟ مستعدة. هنتظركم هنا عشان احرزكم من وحوش البحر المفترسة. استنى انت استنى، يلا يا رزان نركب الغواصة. نزول. تلات. هاي بتعلم لغة التوت توت، فيها ايه يعني؟
غريب قوي. ايش اللي غريب يا دكتور؟ الغواصة دي طلعت بتشتغل فعلا، يبقى اكيد هتوصلنا للقاع. ايش؟ اصل اشتريتها مستعملة. المهم مخلوقات البحر شكلها عنيف جدا، هتسجلي بيانات عنهم هم كمان؟ عماني متحمل حال اليوم عن جد، واليوم انا كتير متوتر. شوف يا دكتور، في شيء غريب بيلمع موجود هناك. ايه ده؟ لازم الاول نقيس القراءات كويس قوي، ممكن تكون مادة ملوثة. عندك حق يا دكتور، شكلها مادة ملوثة. لا، ده اللي انا كنت خايف منه، ازاي مادة مضرة كده موجودة في قاع البحر وسط الاسماك؟ لازم نحركها من هنا حالا. ايه ده؟ ايش فيه؟ دي تقريبا سمكة قرش. هذه هتبلعنا. معقولة؟ سمكة القرش كلتنا؟ بلعتنا، بس تقريبا الغواصة وقفتنا هنا. يا دي الحظ، المحركات مش شغالة، يعني للأسف اتحبسنا هنا. طب ممكن أجرب الزمارة دي لو سمحت؟ بيقول لك لا يا فلافيلو. مرة واحدة بس، هي مرة وخلاص بليز. بيقول لا برضو يا فلافيلو. طب متأكد انك بتترجم صح؟ حاسس انه موافق. ركز كده هتلاقيه كان قصده انه موافق. لا، بيقول لا يا فلافيلو. خلاص مش عايز، هعمل زمارة بنفسي. برغام، رحت فين؟ تعال اسمع زمارتي. ايه رأيك؟ فلافيلو سيب الرجال في حاله. الحقونا، انت سمعنا اللي فوق؟ الحقونا بسرعة، الحقونا. ها؟ ايش الصوت ده؟ تقريبا كده هذا صوت دكتور ابو العينين. ما تقلقوش، ده ممكن يكون صوت معدتي عشان ما اكلتش بقالي كتير، بقالي 12 ثانيه، 13 14 15. بابا ليه انتوا سامعيننا يا جماعه؟ فلافيلو. هاي، سمعتوا الصوت ده؟ معدتي عرفت اسمي. اتفضلي يا معدتي قولي. ها، هذا صوت رزان بنتي. الو الو رزان. الو يا برغام، في سمكة قرش كبيرة بلعتنا. سمكة قرش؟ شفتوا؟ مو قلت لكم اني حاسس ان في شيء خطير حيصير اليوم. سمكة قرش حقيقية ولا لعبة؟ ايوه لعبة صح، واحنا في حمام سباحة دلوقتي. انت بتهزر يا برغام؟ اكيد طبعا سمكة قرش حقيقية. طيب انتوا بخير؟ كويسين مؤقتا. في مادة ملوثة موجودة تحت البحر، الاول لازم نعزلها وبعد كده عنف السمكة يقل وهنقدر نخرج. ممكن تفهمنا كيف هنقدر نعزل المادة هذه؟ في صندوق عزل موجود على سطح السفينة، حتحطوا المادة في الصندوق وتقفلوه، بس اتعاملوا بحذر عشان المادة هذه مضرة. ما تنسوا تاخدوا احتياطاتكم كويس. ايوه، ولازم ما تتأخروش. تمام، اطمنوا حنتحرك دحين. فين بدل الغوص اللي هنا؟ على سطح السفينة. مش لازم تستخدم الزمارة عشان تعرفنا، حاسس كده ان الراجل ده مش هو القبطان. يلا يا فلافيلو اتحرك، لازم ننقذ رزان ودكتورة ابو العينين. جاي معاكم، انا مستعدة للمغامرة هذه طول الليل. في سمكة قرش هعلمها درس كبير. هو ها هو. حلوة قوي الحركات دي، بعملها بسهولة. اسف قوي. ها، يلا ننزل سوا. هوبا. انفجار مائي خطير جداً. طالعوا حواليكم، لو أحد شايف المادة الملوثة هذه يقول لي. شايف سمك كتير يا درغام، وخلاص دخت منه، تعال هنا بقى. بليز بلاها اليوم، أنا كتير متوتر. يا دكتور، المادة الملوثة هذه كيف بيكون شكلها؟ نفايات بتلمع وبتضر الأسماك، ولازم نشيلها من البحر. بابا شوف، أكيد هي اللي بتلمع هناك هذه. تمام يا دكتور، لقيناها خلاص. هايل، اتحركوا بسرعة بقى. أوه، المادة الحلوة دي شبه الكرة اللعبة. بس يا فلافيلو، الموضوع هذا خطير، لا تلمسه بيدك أبدا. فلافيلو استخدم الصندوق. أوه، الصندوق الحلو ده لو رستم باشا شافه هيجي بسرعة عشان ينام جواه. يلا يا فلافيلو، ما في أي وقت للكلام اللي بتسويه هذا. بابا، عم فلافيلو انتبهوا، في سمكة قرش كبيرة. يا مامي. ايه بالظبط؟ ايه اللي بيحصل؟ سمكة القرش مو فاهمة موضوع المادة هذه وبتحاول تهاجمنا. هي بتحب الكرة دي قوي كده ليه يعني؟ هي تقرب لها ايه؟ فلافيلو، هذه مو كرة،
هذه المادة الملوثة المضرة. دقيقة، مو انت يا دكتور كنت بتدور على سمكة أم زعانف بنفسجية نادرة جدا؟ أيوة مظبوط، بس ده ملوش علاقة بموضوعنا دلوقتي. كيف ما له علاقة؟ السمكة اللي قدامنا زعانفها بنفسجية. ليس عنده حق. ازاي؟ مش معقول، ده وضع نادر جدا. مستحيل يكون في زعانف لونها بنفسجي لأي سمكة تانية موجودة هنا. اسمعني، يمكن السمكة هذه كبرت بسبب المادة المضرة اللي موجودة هنا. ممكن، يبقى دي مش سمكة قرش من الأساس، وهي دي السمكة اللي كنا بندور عليها. وبسبب المادة الملوثة كبرت وبقت ضخمة بالشكل ده. ما ينفع تعزل على المادة الملوثة هذه يا بابا. ايش؟ ليش؟ أنا سمعت غلط؟ بتقولي ما ينفع نعزلها دحين؟ سمعت صح يا ليس، عشان لو عزلتها السمكة هتصغر وإحنا جواها، يعني ممكن بالطريقة دي نتفعس ومش عارفين ممكن يحصل لنا إيه، عشان كده لازم نأجل الخطوة دي. يعني إيش نقدر نسوي بالضبط؟ إحنا محبوسين هنا مش بنتحرك خالص، محتاجين حاجة تخلي السمكة تتهز جامد. نطي يا سمكة، نطي لفوق. كيف هنسوي كده؟ آسف يا درغام، بس ما عنديش أي فكرة. يلا نسأل القبطان يمكن عنده فكرة تانية. يا قبطان، يا قبطان، أنت سامعني كويس؟ سامع. سمكة القرش طلعت سمكة عادية مرة، رزان ودكتور أبو العنين يبغوا يخرجوا منها، فمحتاجين شيء يعمل اهتزاز قوي للسمكة، مو عارفين إيش نسوي، تكفى بس أي فكرة. ممكن نلعب معها باسكت بول. اجد فلفيلو، عندك أي فكرة تنفع يا قبطان؟ بيقول ها سيبوا لنا الموضوع ده. إيش يعني؟ مستعدين؟ ها؟ مستعدين. إيش قال دحين؟ دلوقتي قال توت توت فعلاً. ملهاش معنى. ها؟ يا قبطان، وفي إيه؟ خدوا بالكم عشان القبطان اتحمس قوي. القبطان إيش هيسوي؟ توت توت طبعاً، ما بيعملش غير كده. إيش الصوت هذا؟ معقول؟ تقريباً القبطان هو اللي بيعزف. ايوه، موسيقى كمان دي ما في سمكه تقدر تقاوم الرقص عليها مهما كانت، وانا كمان زيهم. يلا ارقصوا. بابا عم فلافيل وناظروا، السمكه بترقص فعلا. بسرعه لازم نرقص كلنا، تعالوا ورايا. كنت عارف من الاول انك مش هتعبرني يا درغام، استنوا هرقص معاكم. ايوه هنطلع خلاص، امسكي كويس يا رزان، هنخرج من هنا. دكتور أبو العينين يلا ناخذ المادة بسرعة. تمام، وانت تعال هنا يا صديقي الصغير. ركزت ببدلة غطس مع السمك تحت الماية، مو مصدقتك يا بابا. متشكر يا قبطان، أنقذت حياتنا من جد. برافو يا قبطان، من يومك بطل. والأربعين توت توت والميت توت توت تتر والتوت توت توت. يلا يا شقي على بيتك الجديد، خلاص تقدر تعيش هنا في أمان براحتك. قل لي يا ليث، المغامرة عجبتك؟ كانت رائعة يا رزان، ما كنت أعرف إن العلم والاكتشافات مرة ممتعين. بشكركم أنتوا كمان يا جماعة عشان ما سبتوناش لوحدنا وأنقذتونا. مو مشكلة أبداً. العفو يا دكتور. بكلم القبطان وكمبر على فكرة. ها؟ إيش يعني؟ بيقول جاهز لرأس الدبكة في أي وقت. على فكرة أنا خدت عينة من المادة الملوثة المضرة دي، نقدر نفحصها سوا يا رزان، إيه رأيك؟ نفحصها سوا؟ إحنا؟ طبعاً أكيد موافقة. لا 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 لا، هو إيه ده؟ مش كانت نفس حجم كرة الباسكت؟ خلوني أشوفها كده من قريب. إيه ده؟ راحت فين؟ انت ساكت ليه ورقص دبكة؟ يلا وانا هرقص معاكم. يلا ها، يلا يلا رقصوا. هو هي، ما تبصليش كده، رقصوا. المدرسة. ركزوا معي، لدي اعلان مهم، لكن بما اننا في درس الرياضيات ساجعل الموضوع ممتع لكي نفهم. يا ليث تعال هنا بسرعة. ابشر استاذ. قريبا سيجرى اختبار لمادة الرياضيات على مستوى المدرسة، ركزوا لان هذا الاختبار سيستمر 3 أيام قبل ان يمر اسبوع على عيد ميلادي. اذا متى موعد الامتحان يا ليث؟ ارنا مهاراتك الحقيقية. ماذا تفعل يا بني؟ اوريكم شطارتي يا استاذ. أعني مهارتك في حل مسائل ومعادلات الرياضة التي قلتها. ها، فهمت قصدك. طيب ممكن السؤال الثاني؟ الامتحان سيستمر 3 أيام قبل أن يمر أسبوع على عيد ميلادي يا ليل. ممكن الاختيارات لو سمحت؟ بالطبع، ألف نسيتم عيد ميلادي للأسف، باء نسيتم عيد ميلادي يا خسارة، جيم نسيتم عيد ميلادي تماماً.
لو افترضنا حفلة عيد الميلاد هذه حتكون زي اليوم كده، يعني بعد أسبوع، يعني بعد 7 أيام، قبلها بثلاث أيام كمان، بعد 4 أيام. صحيح، عد مكانك سريعا يا ليث. بالمناسبة ستجدون كتابا اسمه سر الرياضيات في المكتبة، ذاكروا جيدا للامتحان من هذا الكتاب. إيش ده؟ الكتاب اسمه سر الرياضيات؟ طيب، بالمناسبة كل عام وحضرتك بخير. هي أخيرا، بعد إذنكم سأذهب لشراء كعكة آيس كريم لذيذة بالمانجو. يلا ندور على الكتاب في المكتبة وناخده قبل ما حد يوصله، وكده نضمن إن مفيش حد هينجح في الامتحان ده. عقلي ده ما بيفكرش غير في الشر، مش عارف من غيري كان ممكن تعمل إيه في حياتك. سمعت يا ليث؟ هيسرقوا كتاب سر الرياضيات وحنرسل. ضروري نمنعهم يا رزان. بس إحنا اتنين كيف حنقدر؟ لا تقلقي، إحنا مو لحالنا، معانا الفريق اللي ما بينهزم. الزرافة عارف. كمبر البهلوان الكبير. وطبعا الحشرة الخارقة. حشرة. طيب، ما رح يفيدونا في شيء، الأحسن نطلب المساعدة من بابا. كويس إنكم رجعتوا البيت دحين، ها؟ رأيكم إيش أسوي يعني؟ دلوقتي في كم حاجة كده في دماغي بفكر فيهم وكلهم مهمين جدياً. سندويتش الكفتة اللي بالطحينة ولا اللانهائية الكونية للمجرات؟ بس أنا مش عارف مين أهم. درغام، إيش رأيك في الكلام هذا؟ درغام؟ درغام وجهك أصفر وسرحان، ليش كده؟ أنت كويس؟ درغام؟ هذه بالونة اللي قدامي ولا إيش؟ طيب نجرب الإبرة عشان نفهم إيش ده؟ ها، أنت عملت إيه؟ فلافيلو، إيش البالونة اللي هنا هذه؟ اتذكرتها درغام وبكلمه من الصباح وما بيرد عليا. أنا كده يا عنود، لما درغام الحقيقي ما بيبقاش جنبي أعمل إيه؟ بقعد مع درغوم الصغنون. هم درغوم؟ فلافيلو، أنت جلست مع البالونة هذه مرة تانية من دون ما تقول لي؟ ما بقتش قاعد خلاص، العنود فرقعت درغوم المنفوخ يا درغام. بابا! 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 أولادي! أطفالي! فلذات أكبادي! صرتوا أوفر زيادة عن اللزوم وماني فهمتكم أبداً. أنا رايحة لصاحبتي. بابا، المدرسة حتسوي اختبار رياضيات، عشان نذاكر له محتاجين كتاب قديم في المكتبة اسمه سر الرياضيات. المشكلة إن قرصان وعصابته حياخذوا الكتاب قبل أي أحد، ضروري نمنعهم لو سمحت. أنا همنعهم حالاً. إزاي تزعلوا ليث ورزان أصحابي الجمال، ها؟ بلوك بلوك بلوك. لا يا عم فلافيلو، إحنا لازم نمنعهم في الحياة الحقيقية، مو من على الفيسبوك. طب كويس، أصل قرصان بيعمل لايك على كل صوري وكده هخسر كتير. فلافيلو، تقريباً كده في مغامرة عظيمة منتظرانا اليوم، يلا بسرعة. وأنا جاي وراك، بس هحط فلفول البالونة مكاني. والحبل الأحمر مربوط على وسطينا وإحنا رايحين على الغابة. أيوة على الغابة. فلافيلو، 100 مرة أقول لك مو رايحين الغابة، ترى حنا رايحين المكتبة، ركز شوية واحفظ. وهي الكتب إيه غير ورق شجر ناشف يا درغام، نسيت ولا إيه؟ المهم يا ليت نوصل قبل قرصان وعصابته. إيش اللي صار؟ السيارة ليش وقفت؟ ما بتشتغل. لكن حنا قربنا على المكتبة، يلا نكمل الباقي مشي وبعدين نرجع تاني نشوفها. أيوان، ونبقى نشوف عربيتي أنا كمان لو سمحت، عشان ما بتمشيش نهائي. يا عم فلافيلو، هادي سيارة لعبة بتمشي بريموت. أيوان، بس جميلة جديا يا ليث. بوب. كيف السيارات وقفت؟ شوفوا القمر بيتحرك بطريقة غريبة زي الدبانة المحبوسة. يا أخي، 3 بيجلز، شو الصعب بالموضوع؟ أنا بدي 3 بيجلز. آسف، لا أستطيع أن أنفذ لك ما تريد، صدقني لا يمكنني تنفيذ طلبك. ماذا تعني 3؟ شو يعني 3؟ شو الـ3؟ 1، 2، 3. أنا شو يلي عم أقوله؟ المهم يا أخي، أعطيني شوية بيجلز إذا بتريد. تأخر الوقت، إنهم يتحركون بمنتهى السرعة، لا أعلم كم من الوقت أمامي للعودة إلى البيت، سأتأخر كثيراً. جد أنا ما أدري إيش فيه وماني فاهم أي شيء. شفت إحساس عدم الفهم؟ مش حلو أبداً. عن نفسي ما بفهمش نهائي، مش مستوعب الطيارات بتطير إزاي من غير ريش أبداً. بتطير إزاي يا ليث؟ مستحيل، ما فيش وقت. درغام! دكتور أبو العنان، اهدأ، إيش فيه؟ مش مصدق يا درغام، أنا حساباتي كلها مش مظبوطة، كل معادلات المهمة وتركيبات العظيمة والأعداد يا درغام، الأعداد، كأن في حد كده بيبوظ الرياضيات اللي في العالم. يا دكتور، انت ايش بتقول؟ الرياضيات صحيحة في كل مكان وزمان، حتى في الفضاء. الفضاء ما فيهوش هوا، هيبقى فيه ماثماتكس ليه؟ مش شايفين اللي بيحصل؟ كل حاجة فيها رياضيات باظت ومش مظبوطة. النهاردة محدش عارف يحسب أي حاجة خالص، ده حتى القمر مش فاهم ايه اللي بيحصل. طيب ايش هنسوي دحين يا دكتور ابو العينين؟ مش هعرف اعيش ابدا في كوكب ما فيهوش رياضيات، انا خلاص رايح المشتري. الوداع يا كوكب.
أنفي شم ريحة خطط شريرة. أكيد الموضوع له علاقة بقرصان وعصابته، وطبعاً كتاب سر الرياضيات كمان. يلا على المكتبة بسرعة. أنت على طول تقف قدامنا وتقول يلا بينا، أنا اللي هعمل كده المرة دي. يلا بينا على المكتبة. أوه طبعاً شكلي بقى VIP في اللحظة دي. حنا هنا في قسم الرياضيات، يعني المفروض كتاب سر الرياضيات موجود هنا. ايوه صح، حنا في المكتبة تقريبا. لازم تعدي من المكان هذا. ساكت. اللي صار هذا؟ احنا وين؟ قلتلكم رايحين الغابة، شايفين الاشجار حواليكم؟ الكتاب، حنا فتحنا الكتاب الكبير هذا، يعني الكتاب هذا فيه شيء. تقريبا ممكن دخلنا بعد ثاني. يعني دحين احنا كده صرنا جوا الكتاب؟ كيف حدث ذلك؟ متى؟ يجب ان نجد حلا سريعا الان، يجب ان نتساعد ونتكاتف. بدون وجود الرياضيات العالم بدوننا لا شيء ابدا، كل شيء سينتهي. لدي فكرة رائعة، يمكننا كسر القفص لو كبرنا. تعال تعال إلي بسرعة وارتطم بي. لم أفهم. اجري، ليس لدي وقت، اجري إلي واضربني. واو أصبح أكبر. لكن هذا لا يكفي، نريد أكثر. أنت أنت 10,000. يجب علي أن أكبر أكثر لأصل للمفتاح. لم يبقى لدينا 10، علينا استخدام الأعداد الأخرى. هيا يا تسعات استعدوا. أنا أيضا متلون. لا لا أنت انتظر. ما الذي فعلته؟ أنا في غاية الأسف. شوفوا رموز الرياضيات محبوسة في القفص. افتحوا الباب. ما تبقاش متسرع كده يا صغير أنت. أنت تاني يا قرصان، أنت إيش سويت؟ سيب رموز الرياضيات وطلعهم بسرعة. أيوة سيب كنوز العضلات بسرعة لو سمحت. مستحيل بصراحة كده، احنا في الأول كنا هناخد الكتاب بس، لكن أول ما لقينا إن الكتاب ده طلع غريب كده ولقينا نفسنا هنا، جات لي فكرة أحسن بكتير قوي من إننا نسرقه. نخلص على الرياضيات نهائي. طبعا بالطريقة دي مش هيبقى عندي اختبار رياضيات أبدا. انتوا مو فاهمين إيش سويتوا بالضبط، الدنيا ما تنفع بدون رياضيات، كل شيء حينتهي. وبعدين شكلكم هتتعبونا. ترزان حطهم جنب الأرقام لو سمحت. ما حتعرف تنفذ بجلدك أبدا، لا تنسى. هاي ابحثوا عن الرومانيين في الممرات السرية، فهم من يستطيعون إنقاذنا. يا سلام، الشخصيات الخيالية دي عندها قوة خيال غريبة أوي. قال لك الرومانيين. كيف هنلاقي الممرات السرية في المكان الكبير هذا؟ فلافيلو أنا من رأيي الموضوع محتاج ذكاء المحققين. إيه علامة الممرات السرية؟ ما صار في داعي أغير الملابس. المكتوب في الإعلان هذا أنه حيطلع لنا ألعاب ذكاء أكثر من مرة، كل ما نحل مسألة حينفتح ممر من الممرات. هذا هو وقتي، جاهزة. المكتوب في الورقة أن في ورا باب من الأبواب هدول باقي الطريق اللي حيوصلنا، لكن الباب الثاني موجود وراه حمام سباحة وريحته سيئة جدا. واحد من الحراس بيقول الحقيقة والثاني دائما بيكذب على الناس. وعندنا فرصة نسأل مرة واحدة. أنا عارفة حل المسألة هذه. أيوة، ايه الحاجة اللي مهما شربت منها ما تخلصش؟ يعني بلولوق بلولوق وما تخلصش مهما حصل. البحر. فلافيلو ايش سويت؟ كيف حنعرف الطريق الصح دحين؟ كان عندنا سؤال واحد وضيعته. ما تقلقوش، عندي طريقة كويسة قوي. انت قولي بسرعة، ندخل من اني باب يا ترى؟ لحظة لحظة، سأقول لك فورا، ستمر من الباب الخاص بي. وانت قول لي انهي باب، انت بسرعة. لحظة لحظة، اي نعم ستدخل من الباب الخاص به. وبالمناسبة أنا كذاب، لكن أعدك لن أعود للكذب. فلافيلو أنا كنت ححل المسألة وندخل، كنت صبرت شوية. الوقت من ذهب وأنا محتاج فلوس يا رزان. إحنا عشان نعد من الممر هذا أولاً لازم نلاقي أسهل حل لأصعب مسألة موجودة في الكون كله. المسألة في الورقة هذه.
أشوف أعرف حلها. الرجال لقى أسهل حل فعلاً زي ما قالوا. طول عمري شاطر في أسئلة الذكاء. المرة هذه سيبوني أنا أحلها. ها يا ليث، إيش السؤال؟ هذا هو آخر ممر، بس ماني شايف أي سؤال مكتوب. هذه فعلاً مسألة غريبة مرة، يبغالي أفكر شوية. ها؟ افتح يا سيستم بسرعة. ما ينفع المرة هذه يا عم فلافيلو. بعد إذن حضرتك، ممكن تفتح وبتخليه شكلي وحش قدامهم؟ ها؟ بس كيف يعني؟ المهم استنوني. كيف جئتم إلى هنا؟ هم اللي جاوبوا على كل الأسئلة. اصبر يا فلافيلو، اهدى. الأعداد ورموز الرياضيات هم اللي أرسلونا إليكم. وقعوا في مشكلة وانحبسوا في قفص، وزي ما أنت عارف الدنيا ما هتقدر تكمل من دون رياضيات. محتاجين مساعدتكم. إذن فرموز الرياضيات في مشكلة. أيها الجنود. أوه، كل الحروف الأبجدية موجودة هنا. لا، لسنا أبجدية، نحن الأرقام الرومانية، أجداد الأعداد. أنا واحد، وهذا خمسة، وهذا عشرة، وهلما جرا إلى ما لا نهاية. فعلاً، أنتوا طلعتوا رموز كثيرة مرة. ما في صفر في الأرقام الرومانية يا بابا، هذا اللي كان يقصد بكلمة إلى ما لا نهاية. هذه البنت ذكية، لا تشبه أحداً منكم، خذوها قدوة. أنا خدوتي شاورما طحينة زيادة. حصلت بفضلي أنا، يعني thank you very much ليا. يا أرضيين، مهما شكرناكم فلن نوفيكم الحق. لقد أخبرني أصدقائي أن لديكم اختبار رياضيات غدا، وأستاذكم رشح لكم هذا الكتاب الذي كنا بداخله. نحن نعلم أننا مرهقون قليلا، لكن بالطبع لم يتوقع أستاذكم أن يحدث معكم كل هذا. كشكر منا سنستضيفكم هنا حتى موعد الاختبار لتتعلموا الرياضيات جيدا. هننجح في الاختبار. ها بابا، احنا هيحصل لنا ايه؟ لا تخف يا بني، انت اخطأت لكن لا يهم، التعليم حل لكل شيء. انت ايضا ستظل معنا. ها، انت بتتكلم بجد؟ دول طلعوا طيبين وساسكين قوي يا ترزان، يعني مفيش مشكلة. اما انت، الدنيا تغيرت بسببك، وعقابك أن تحل المشاكل التي سببتها كلها. ما طلعوش ساسكين ولا حاجة. طيب، حنا خلاص حنرجع، صح يا فلافيلو؟ أيوة، يلا بينا نرجع. طيب كيف حنرجع؟ الموضوع سهل جدا، عدوا في سركم حتى عشرة وستعودون إلى عالمكم سريعا. 1 6 10 8 عمتي، خالتي، يلا تعالوا الحقوني. بقول إيه، ينفع استنى في معسكر الرياضيات زي رزان وليف؟ أنا راجع خلاص، يلا انبسطوا انتوا هنا. 1 2 3 4 5 6 7. يا استاذ لو سمحت، هنبدا درس القسمه امتى؟ عشان بحب اقسم قوي. تفضل، كعكه ساخنه لك. ما اجمل وجود الاعداد حقا، كل شيء عاد لطبيعته مره اخرى. مشكور جدا. يا ليت فلافيلو كان معايا، كنا ناكل البيجل سوا. يا ترى متى حيرجع من المعسكر؟ بس رجعت من المعسكر اخيرا يا درغام، بقيت بحب قوي حاجه اسمها الارقام والحسابات. درغام كان مع البيجلز، هوب اكل فلافيلو البيجلز، هوب درغام فرحان ان انا اكلت البيجلز وما زعلش. انا لايف في السريع، يلا اجري اسرع. ما هتمسكني مهما حاول. انا مو سريعه، اكيد هتمسكني، بس لازم تشوي شويه. انسى. ما حد يقدر يمسكني. الفسحة خلصت أخيراً وجاء وقت الحصة، أحب الحصة هذه مرة. ها؟ دق الجرس؟ ماني قدران واقف يا ليس. بعتذر يا ليس، أنت صار لك شيء؟ أسنانك دخلت في يدي، بس أنا كويس، مو مشكلة. أنت كويس؟ إيه منيح. لو كلكم كويسين، يلا نروح على الحصة. مو قادر أفهم البنت هذه، إيش فيها لو لعبنا شوية يعني؟ Ha! Ha!
ماني عارفة اسمع الراديو من صوتك. وانا مش عارف اسمع دماغي من الراديو يا رزان. ايش معنى اللي بتقوله هذا يا عم فلافيلو؟ سمعت اغنية من كم يوم وعجبتني بس نسيت كلامها، بحاول افتكر اي كلمة. لا خوزة. لا مش خوزة، كانت لوزة استاكوزة حاجة كده. بابا ايش الزحمة اللي قدام هادي؟ بصوا الدكان بتاعي اتبهدل ازاي؟ طالع عيني كل شيء اتبهدل، للأسف خسرت كل شيء عندي. ايش اللي صار هنا؟ وساو عامل النظافة وصل في الميعاد. شوفوا ده حتى الدكان بتاعي في ناس جم بهدلوه بالليل. ليش يعني احد يسوي فيكم كل هذا؟ هذا اكيد مو واحد بس. لازم نشوف كاميرات المراقبة. عندك حق يا ابني، يلا نراجع الكاميرات. برافو يا ليث، فكرة حلوة. أقول حاجة بصراحة، ابنك شكله بيلعب في الكاميرات يا درغام. ثنائي واحد هو بس اللي هيقدر يحل الموضوع هذا. طبعاً المحققين العظماء. شكلنا حلو قوي، تفتكر ممكن يصوروا لنا فيلم عن مغامراتنا يا درغام؟ أعتقد هذا صعب. أنا مش معقول بجد. إيه اللي أنا شايفه ده؟ ده لا يمكن يكون حقيقة. أيوان مش معقول طبعاً، أنا شايف بسطرمة كتير فوق الشاشة. آسف، أصل كنت بتسلى بيها. تتسلى بالبسطرمة؟ هو ده الكلام المظبوط. انتبهتوا من اللي بيصير؟ هذا مستذئب ترى. فعلاً هذا مستذئب. أيوه عارفه، بيكون نصه خطير ومفترس. با أيوان ده بيبقى ديب خطير ومفترس. شو دم الشربات. ايه ده يا عم البصة دي بقى؟ ايش حال ما كنتش حاطط بسطرمة على الشاشة؟ بس يا جماعة هذا الكلام مستحيل علميا. أرجوكم حاولوا تعرفوا مين اللي عمل كده في محلتنا. فلافيلو لو لقيته أنا هعمل لك طبق بفتيك. اعتبر الموضوع اتحل، حضر انت بس طبق البفتيك. هاي يلا فلافيلو، خلهم يشوفوا بنفسهم المحققين العظماء. خلونا نشتغل. لقيت أي شيء يا فلافيلو؟ أيوان لقيت بقع على الكتاب، في حد كان بيأكل وهو بيقراه. بس هذا ما له أي علاقة بموضوعنا أبداً يا فلافيلو. لا لي علاقة كبيرة، بطني سوت. خلاص ما حنسوي أي شيء غير لما نلاقي دليل، سكان الحي واثقين فينا. بس أنا مش واثق في عصافير بطني يا درغام، جعان مش كده بطوني؟ أيوة جعانة أهو، سمعت بنفسك؟ يلا نشوف الكتاب اللي رزان جابته من المكتبة عشان يساعدنا. لقيتها، نسوي مصيدة. يلا يا فلافيلو حنسوي مصيدة للمجرم. طب هو ما ينفعش نروح محل الشاورما الأول؟ شاورما 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 شاورما. أوه حنعمل وقفة هنا. ضرغام مسكتوا المستذئب ولا لسه؟ لسه بس حنمسكه، وهذا بيصير في أي لحظة. كيف يعني يا بابا؟ انتوا جالسين هنا ما بتسووا أي شيء أبداً. بيتهيأ لك يا رزان، حطينا مصيدة في كل مكان في الحي وعلى مخدة أبو السباع كمان. إيش الشيء هذا؟ الحقوني أنا اللي مسكته. يلا الوقت اتأخر، كله يروح ينام دحين، وبكرة كملوا براحتكم باقي مهمة المستذئب. يلا يا فلافيلو روح بيتك. يلا تصبح على خير. تفضل. في دهان في بيتي يا عنود مش مروح. مرحبا أنا الدهان، أحب الحديث طوال الوقت عن كرة القدم وعن حوائط شركات السيارات. الدهان ده حاجة مملة جدا، مفيش حاجة إلا ولازم يلت ويعجن فيها. بصي خلاص نمت. ايه النوم العميق ده؟ صباح الخير يا عدنان بيه. اهلا يا فكري بيه. شكل المصايد كده نفعت يا درغام، بص دي مسكت في كل الناس. مسكنا كل الناس ما عدا المستذئب. المهم يا فلافيلو ابتسم لكل الناس كده وخليك محافظ على ابتسامتك. بلالوب بص شكلهم، انتوا فران ولا ايه؟ ما قلت اضحك يا فلافيلو، اسكت، الناس كده هيعصبوا علينا. مفيش ولا مصيادة فيهم عرفت تصطاد ولا حتى فار واحد. هاي يلا يا فلافيلو يلا، لازم نلاقي فكرة تانية وبسرعة قبل ما الناس يتضايقوا. ونحط هنا شوية كمان. هو احنا ليه عمالين نعلق توم في كل حتة يا درغام؟ ده حضرتك لزوم الملوخية مش عشان نعلقه في الشوارع. شفت الفكرة في فيلم، المستذئبين كانوا دايما بيهربوا من الثوم. كمل تعليق يلا يا فلافيلو. ايش عامل بالريحة دي؟ جاية منين؟ دي دخلة مناخيرة.
بابا، أعتقد أنك فاهم الموضوع غلط. الثوم بيبعد الخفافيش الشريرة، مو المستذئبين أبداً. مستحيل، يعني كده علقنا كل هدول على الفاضي؟ ما تزعلش يا ضرغام، كده لا يوجد أي خفافيش شريرة هيدخلوا الحي بتاعنا بعد كده. فكر بإيجابية. طالما كده يبقى خلاص، لازم نراقب المكان. ما هنغمض عيوننا أنا وفلافيلو طول الليل ولا ثانية. أوه، وأنا مش هنام غير 10 ساعات. لا لا، إزاي؟ لا، طب عايز أرمش حالاً، ماليش دعوة، عيني وجعتني. إياك يا فلافيلو. مش قادر أستحمل، خلاص رمشت. أنا وليف ممكن نساعدكم ونسهر معاكم عادي. أيوة يا بابا، على الحلوة وعلى المرة دايماً سوا. يمكنني الذهاب لموقف الحافلة. بص، نفع مع الخفافيش، مفيش أي مواصلة من هنا للموقف، لازم تروح تركب المترو الأول. طفشت مرة من الانتظار هذا. هو وانا جعت قوي من الانتظار. الدنيا دوبها مظلمة من شوية، استنوا شوية كمان. رزان عندها حق، ايش فيه؟ استنوا شوية وهو حيظهر. ها؟ ايش الصوت هذا؟ شكل بطوني كده طلعت صوت تاني. ديرن، فلافيلو هياكل امتى بقى؟ ديرن، هياكل سندويتش شاورما ولا ربع كفتة سخنة بالطحينة؟ ديرن، كل اجابات الاسئلة دي بعد الفاصل. ايش الهرجة هادية يا فلافيلو؟ في صوت غريب تقريبا جاي من القمامة. يلا تعالوا نمسك المستذئب. ليث يجلس هنا عشان يقدر يراقب المكان ويبلغني بكل شيء. تمام، انا حوقف هنا، يلا روحوا انتوا. يلا اجروا. لا تتكلم يا فلافيلو، لما اوصل في العد الى البطاطس حنط. تمام. ليث، حلو الكلام داوي. طماطم، بصل، بطاطس. مسكته خلاص يا درغام، مسكت المستذئب الشاي. بتقول ايه بس؟ انت تمزح، انا رستم باشا. ايه، معقول المستذئب يبقى رستم باشا؟ ايش بتسوي يا فلافيل؟ وسيب رستم باشا، مسكنا الشخص الغلط. المحايين العظماء مالوش حاجة. ايه اللي بيحصل هنا؟ ايه الدوشة دي؟ المستذئب خرب الدنيا على الاخير، وسكان الحي صبرهم نفد لما ما لقيناه. ده اكيد من عائلة الذئاب. ايوه، هم اللي عملوا كده. انا مش وراهم. يلا على بيت الذئاب، يلا على بيت الذئاب. استنوا، تعالوا، انتوا وين رايحين؟ قربنا نحل الموضوع. يا ويلي، الموضوع خرج عن السيطرة تماما، لازم نتدخل بسرعة. يا ويلي، يلا لازم نوقفهم بسرعة. احنا عاوزين المستذئب اللي جوه البيت دوت. ايوه سلموه. يا جماعة اصبروا شوية، لو سمحت اهدوا من فضلكم. ما تهدوش يا جماعة، صرخوا اكتر، لازم الدنيا كلها تشوف اتحاد الحي مع بعض. زعقوا. ايوه انتوا هايلين. شوفي ليشك عم تعيطوا عند بابنا؟ عايزين المستذئب. ايوه يلا سلموه. المستذئب شو؟ نحن عائلة الذئاب عادية كتير ومسالمة. اسمعوا يا جماعة لو سمحتوا، عائلة الذئاب كلامها كله صح. المستذئب اللي كلنا شفناه في الكاميرات أمس أنيابه أكبر، لو كان أحد منهم كان زمانه متحول قدامكم، عشان إحنا في الليل والقمر طلع، وزي ما أنتوا شايفين كلهم ذئاب طبيعية. أرجوكم أهدوا من فضلكم. رزان عندها حق. عندي فكرة عبقرية يا فزة، هل في أي حاجة من اللي عضها المستذئب موجودة معاكم هنا؟ اتفضل، أخذ قطمة من البسترمة بتاعتي. كويس، يبقى هناخد عينة صغيرة منها. هذا منطقي، كذا نسوي تحليل DNA ونعرف مين هو. أيوة بالضبط كده، بحب اختبار DNA جدا. نحط العينة هنا كده. أهو النتيجة بتطلع. إيه؟ أنت اللي كلت البسترمة يا فلافيلو؟ ده طلع مستفيل، كمان أنا أوسم من كده بكتير في الحقيقة، مش شبهي خالص، مش أخضر. أيوة مظبوط، في حاجة تانية عضها المستذئب غير دي؟ تفضل، امبارح عضى لي ألم تلوين وخربه. قايل، نحاول فدول كمان. كل هذا وفي الأخير المستذئب يطلع ليف؟ عاجل عاجل، إليكم النبأ الهام، ابنه مستذئب. مستحيل الكلام هذا. لا مو مستحيل يا بابا، عشان هو فعلا ما كان موجود لما كل شيء صار. دقيقة واحدة، اتذكرت، في المدرسة وإحنا بنلعب الذئب ذيوب عض ليث في يده بالغلط. إيه صح،
أنا عضيته بالغلط. لازم نتحرك، يلا بسرعة لازم نلاقيه ونوقفه. وبالعينة دي هحضر مضاد يرجعه لحالته الطبيعية في أسرع وقت. عندي فكرة عبقرية هتوقعه، أمسكه بالعظمة دي هعمل له فخ. ليف جود بوي، يلا بس 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 إيش؟ ليف يلا تعالى هنا، بيستك بيستك. أنا ابني صار مستذئب يا فلافيل وما صار بسه يعني. إيه؟ دي عظمة دي؟ ابعد يا رستم، العظمة دي عشان ليف. بس دي عظمة كبيرة قوي عليها فلافيلو، ليس مش هيقدر يخلصها لوحده أبدا، هات حتة منها. ابعد يا رستم باشا، ده طلع مستكلب. يلا بش 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 بش. عملت المضاد خلاص. هو فين ليس؟ أنتوا مسكتوه ولا لسه؟ طالعه ليف هناك. وقع في الحبال، يلا لازم نستغل الفرصة بسرعة، لازم نخليه يشرب المضاد بأي شكل. هات العظمة يا فلافيل. ابعد يا رستم. يا ويل، مستحيل، المضاد طاح كله وصار على الأرض. ها؟ إيش اللي بيصير؟ مو فاهم شيء. حطيت على المضاد شوربة لحمة علشان تعجب ليس ويروح عليها ويرضى يشربه، أكيد عجبته ريحتها وخلصها. أنت رائع يا دكتور. حضرتك مرة ذكي. متشكر أوي. ها؟ إيش اللي صار هذا؟ ابني حبيبي رجعت سليم. يهو، ليث رجع لطبيعته. برافو. آسف كتير لإني عضيتك بالغلط، ما كان قصدي. أنا كمان آسف أوي إني اديت العضمة بتاعتك لرستم باشا يا ليل. أخيراً اجتمعت بيك يا عضمتي يا حلوة. آسف كتير يا عمو فلافيلو، دي وجعتني أوي. في حاجة غلط، عايز أهرش هنا. هذا مو معقول، عم فلافيلو هيصير المستذئب المرة هادي؟ إيه؟ هبقى مستذئب؟ المستذئبين بيحبوا العظم جدياً. هات العظمة دي يا رستم باشا. هات لي عظمتي يا فلافيلو، تعالى هنا. قرب وشوف وجرب، شوف بضاعتنا. تعالى وانظر، لدينا أشياء ثمينة ليس لها أي لزوم، أحذية مقلدة لا تصلح، ملابس رخيصة باهتة. تعال هنا، تعال وانظر، تعال. اسكت يا طرزان، انت بتقول ايه؟ اخبرهم بالمميزات منتجاتنا. انت بالذات ما تقولش اي حاجة خالص، خليها مفاجأة يكتشفوها لما يشتروا الحاجة. تعال قرب، تعال، تعال اقترب وانظر. انت ما رأيك؟ تعال اقتربي، تفضلي اشتري من منتجاتنا. شو اشتري؟ كل شغلاتكم تقليد، ومو مستحيين عم تصرخوا وانتوا عم تبيعوها. ما تصدقيش كلام زميلي ده، طبعا بيهزر يا هانم. اتفضلي جزمة تقليد. اسف، قصدي جزمة جميلة، اتفضلي. ما بدي، خليها الكون. شفت الزبونة هربت مننا ازاي بسببك؟ اسف جدا يا قرصان، ما رأيك في شعر مستعار؟ صدقني سيعجبه. كده مش هينفع ابدا، لازم نتصرف ونلاقي أي طريقة علشان نخلص من البضاعة دي. امشي من قدامي، شيل البضاعة دي. ها؟ نظبط ده كمان كويس. أيوة هو كده، أخيراً هقدر أجرب تأثير موجات الموسيقى على العقول والسيطرة عليها. لو نجحت هسيطر عليها بمنتهى السهولة. يلا نجرب، وده هيلفت الانتباه. بسكوت. دي ريحة بسكوت. انا شامم ريحة بسكوت وجاية من هنا. اديني يا دكتور. اديني بسكوت يا دكتور ابو العينين من اللي عندك. اهلا رستم، جبت لك بسكوت. يا سلام. رستم باشا دلوقتي عايز اجرب الاختراع الجديد وهتحكم فيك عن بعد. انت اوكي صح؟ لا اتفضل حضرتك، خد راحتك. رستم اعمل نفسك فرخة. بكاك بكاك. رستم دلوقتي اعمل نفسك كرة. ويك ويك. عظيم، الاختراع نجح، بصلي كأنك زبادي. جوك جوك جوك. شكرا رستم باشا، دلوقتي ممكن ترجع لحالتك الطبيعية وتاكل البسكوت. ايه؟ هاكل البسكوت.
البسكوت بتاعي كله لوحدي. لازم أسجل ملاحظات التجربة. ما الذي يحدث هنا؟ علي الذهاب سريعاً لإبلاغ قرصان بكل شيء يحدث. أنا هنا أصلاً من بدري ومش فاهم إيه اللي حطتهولي على وشي ده. بما أنك هنا فسأحكي لك. الدكتور أبو العينين اخترع شيئاً غريباً جداً. شفت يا طرزان؟ ارتاح شوية بس وارجع البيت علشان عندنا شغل كتير بالليل، ولو سمحت ما تحطش أي حاجة تانية على وشي. لازم نتحرك بهدوء. يلا ورايا. ايه ده؟ في انذار امان. اهرب اهرب. قائد، بل ليس انذارا، هذا حذاء جديد اخذته من محلنا. انه يصدر صوتا وضوءا ملونا رائعا. انه حقا جميل. تحفه. المره الجايه هات معاك طبله علشان نعمل دوش اكتر. لدي واحده هنا لكنها مكسوره. الجهاز هناك اهو. تمام، خدته. اجري 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 اجري. لازم ارمي الجزمه بتاعتك دي يا طرزان. لا لا يا قرصان، احب حذائي جدا. لا تغش يا فلافيلو، لا تغش بقول لك. مش بغش. ضرغام، لو سمحت لازم نودي الاولاد المول عشان نجيب اشياء مهمه للمدرسه. يلا دحين ودينا المول. ايش؟ هنروح المول؟ هنروح المول، هنروح المول، هنروح المول. ليش مرة فرحتوا كده بالمول؟ تعتقدي ليش؟ عشان حيروحوا منطقة الألعاب. بالضبط كده، ولو جمعنا 200 كوبون حنفوز بالديك الصارخ، وحنا نبغى نفوز طبعاً. حتفوزوا بالديك الإيش؟ الديك الصارخ يا رزان، لعبة حلوة قوي قيمتها 200 كوبون بالضبط. تحطي إيدك وتدوسي، ولما تسيبيه بيكاكي. هذه شكلها كده لعبة حلوة مرة ومسلية. ما رح تفهموها دحين، زمان كانت لعبة مشهورة مرة. المهم يلا بسرعة نتحرك، بسكم دلع، ورانا أشياء كتير. حاضر، حنتحرك دحين. يلا هوب. هتجلسوا كده تصرخون طول الطريق؟ هوب. ما حيسكتوا إلين ما نوصل. طيب يلا نبدأ، روحوا العبوا اللعبة براحتكم، وحنا حنروح نشتري اللي نبغاه. وساو وساو، الانسبكتورز الجامدين جايين في الطريق. ولد يا ليث، انت وين رايح؟ منطقة الألعاب، أبغى ألعب معاهم. لا ما هينفع، احنا نشتري لك أشياء، ما في ألعاب اليوم، لازم تيجي معانا تشتري أشياء. أوه لا، بس كنت أبغى أروح ألعب معاهم. أنا هلعب عنك ما تقلقش. هوي. على الأقل أسمع موسيقى وأسلي نفسي شوية. اليوم يوم مهم يا فلافيلو، عشان خلاص حنفوز بلعبة الديك الصارخ أخيرا. أها، شوف المكنة هذه فاضية، يلا خلينا نلعب. نحط العملة هذه هنا. جاهز نفسك يا فلافيلو. فلافيلو صياد الزومبي جاهز للصدوة تحت أمرك يا كوماندان. يلا نبدأ سوا. يلا قرب وشوف، تعال عندنا أغلى المنتجات الأصلية. ها؟ استنوا يا أولاد عشان نشوف إيش الملابس اللي عندهم. أهلا يا عنود هانم، شرفتي. هتشوفي عندنا أحلى وأجمل منتجات، كله هنا فرز تاسع، أنا قصدي أول. ماما، كل هذه الأشياء رخيصة مرة وتقليد. أدري طبعاً يا بنتي، لا تقلقي. يعني إيش متوقعة من الاثنين الغشاشين هدول مثلاً؟ إيه معك حق، هدول الناس غشاشين وكذابين، هدول كل بضاعتهم مغشوشة، حتى شوفي بعينك. بضاعتكم مغشوشة؟ مغشوشة، ترجع كل حاجة. خربت وشك قوي. وعرفت شغلت الآلة ولا لسه؟ الزباين فهموا كل حاجة وعايزين يبلغوا عننا وكده الخطة هتبوظ. جاهز يا قرصان. تمام تمام، يلا نشغله. ايش هذا؟ ايش الأشياء الحلوة اللي هنا هذه كلها؟ ايوه مرة ستايل فعلا. ايه ده؟ ايه ده؟ ازاي التيشيرت ده حلو كده؟ ايه اللي بيحصل لي ده؟ راسي راسي. ايه ده؟ اوه ايوه، حلوة قوي، هو ده الكلام، كل حاجة بقت زي ما احنا عايزين. دكتور ابو العينين ده طلع راجل ذكي جدا. ماني عارفه اسيطر على نفسي ابدا. ابغى اشتريهم كلهم. ها؟ ايش اللي بيصير هذا؟ ماما؟ رزان، ايش بتسوي بالضبط؟ ايش هذا؟ في شيء غريب بيصير هنا، لازم اجيب بابا بسرعه واجي. البضاعه اوشكت على النفاذ. ها، الخزنه بتاعتنا بدات تتملي فلوس. تمام، اقفل الموسيقى علشان ما حدش ياخد باله. حسنا يا قرصان. ايش اللي حصل هذا؟ ماني فاهمه. جبنا أشياء مرة حلوة صح؟ طيب ليث فين راح؟ أكيد استغل إننا مشغولين وراح يلعب مع بابا وفلافيلو. إيه اللي حصل هنا؟ إيه؟ الجهاز راح فين؟ لازم أفحص مكان الجريمة، فين العدسة بتاعتي؟
اما شوف كده، في ريشه موجوده هنا. دلوقتي هعمل لها اختبار دي ان ايه واعرف مين صاحبها. ايه ده؟ قرصان. كان لازم اشك من الاول. طبعا هيبقى مين يعني غيره؟ يا ترى خد الجهاز بتاعي ليه؟ انا متعصب قوي. ايه يا رستم باشا متعصب كده ليه؟ مش عارف بالظبط، متعصب جدا ولا ادري ايه السبب. عايز اكسر كل حاجه قدامي، كل حاجه. لا مش ممكن، شكله أثر جانبي بسبب الجهاز. لازم ألاقيه قبل ما قرصان يستخدمه على حد. بعمل إيه هنا؟ استنى عندك وهجيلك. اتفقنا؟ ما اتفقناش. يلا يا فلفيلو ركز وانت بتضرب، ما تعطيله فرصة. اديك الصارخ جاي يا فلفيلو. هو فين ده؟ قصدي قربنا نفوز خلاص يعني. بابا في شيء غريب مرة بيصير. ايوه نليف، قربنا نكسب الديك. مو قصدي كده يا عم فلافيلو، كلهم بيتصرفوا بشكل غريب. مو دحين يا نيف، قربنا نفوز خلاص. بس يا بابا الموضوع مهم جدا. مفيش اهم من كده يا نيف، الزومبي هجموا على المول. نجحنا يا فلافيلو، فزنا. دي اول مره انجح في حاجه في حياتي كلها. فزنا والكوبونات قاعده بتطلع قدامك. يلا يا حلوين. لا لا لا، ايه ده؟ دي بتطلع ببطء قوي يا درغام، لو استنيناها هنفضل مستنيين 10 مليار سنة. بس ما في وقت نستنى أي شيء، شوفوا جايين علينا. إيش اللي بيصير؟ هما إيش بيهم؟ صاروا معصبين كده. بابا الناس في محل قرصان صار لها شيء غريب وبدوا يتصرفوا بطريقة عجيبة، وماما ورزيان كانوا معاهم. إيش؟ مو معقول. مش هينفع نسيبها يا درغام، لازم طبعا نستنى الكوبونات لما تطلع. لا تقلق يا فلافيلو، جيب المسدسات اللعبه، حننهي الموضوع هذا بطريقتي، بعد كده نيجي ناخد الكوبونات. فلافيلو الخطير صياد الزومبي جاهز للهجوم يا قائد. احسنت. ليث ارجع لمحل قرصان حالا وشوف اخبار امك ورزان، اطمن عليهم وحاول تخليهم يرجعوا للبيت. تمام بابا. يلا يا فلافيلو اضرب. يلا شجاعة الديك الصارخ. هو 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 استخبى يا طرزان. الصراخ معصبة مرة وأبغى فرش وفرش. فين رحت يا قرصان؟ أبغى أكسر كل شيء بس ماني فاهمة ليش بالضبط. هيا اتركوا القبعات إن لم تشتروها. اسكت يا طرزان اسكت، هتعرفهم مكاننا فين. عرفت مكانكم، أطلعوا. غلطنا سامحونا، ما نقصدش خالص. ماما رزان استنوا، يلا فوقوا. ماني عارفة يا ليث، أبغى بس معصبة مرة، كأني في حفلة وأدوا الناس كلها كيك ونسوا يدوني. وأنا أيضا لم أخذ كعكة مثلها. بحب الجاتو جدا يا طرزان، بس متهيألي كده مش وقته خالص، لازم نهرب بسرعة. إيش اللي صار لك يا ماما؟ فرصتنا الوحيدة. هدول بيهربوا. طالع، هدول بيهربوا، أمسكوهم يلا بسرعة. ماما استني، فين رايحين دحين؟ ايه الدوشة دي كلها؟ شكلي كده اتأخرت قوي. اهو الجهاز بتاعي، لو عدلت عليك شوية هصلح الوضع ده. الأصوات جاية من هنا. انت ما ينفعش تاخدها. هدول ما بيخلصوا أبدا. الكور اللي بتخلص ما في حل تاني، لازم ندافع إلين آخر كورة معانا. يلا لازم نكسب. بابا عم فلافيلو، ماما ورزان تحولوا خلاص. أنا ماني عارف أوقفهم. لازم نمسك قرصان أول وننتقم منه. إيش بتسوي عم فلافيلو؟ آسف ما قصدش يا ليث، افتكرتك زومبي زيهم. الكور بتخلص مننا، لازم نلاقي حل تاني. لا مش مصدق عيني، هو ايه اللي حصل هنا؟ دكتور ابو العينين جيت في وقتك. دكتور ابو العينين انقذنا. اهدوا خالص، سيبوا لي الموضوع ده. هظبط بس الاعدادات. تمام. اخيرا جيت يا دكتور ابو العينين، احنا مره معصبين دحين، مو عارفين نرحب بيك ونقول لك اهلا وسهلا. عملت كده ليه بس؟ عم فلافيلو بسرعه ارمي لي المسدس اللي معاك. امسك اهو يا ليث، فاضل كره واحده بس. هدني من اللوز. نفعته خلاص. هوبا لالا. ايه الحركات دي؟ ابقى علمني شويه يا ليث، هعملها احسن منك. ايش اللي حصل لنا؟
قرصان دخل المعمل سرق الجهاز بتاعي وهو في مرحلة التجربة، واكتشفت ان فيه اثر جانبي كبير للجهاز ده، وطبعا الاثر ده خطير جدا بيخلي الناس تتعصب على الاخر، وطبعا لما اكتشفت كل ده جيت جري ولحقتكم. طيب كل حاجة كده اتصلحت خلاص، نقول سلام احنا بقى. فين رايحين؟ وقفوا عندكم، لازم تتعاقبوا على كل الاشياء التجليد اللي بعتوها وسرقتوا بيها فلوسنا. يا امن المول خدوهم سلموهم للشرطة لو سمحتوا. هي نجحتم وأنقذتمونا، أنتم حقا أبطال كبار، أنقذتمونا من الفوضى التي حدثت وربحتم 200 كوبون في اللعبة، والآن يجب أن أعطيكم جائزتكم الكبرى اللي هي مضبوط. نعم أديك الصارخ. أديك الصارخ. سليم. ايوه سليم دائما موجود، بس شو يلي زدتك علينا هلا؟ شو بدك يا فلافيلو؟ مش انت كنت بتطير بالمقشة الخشب زي في الكرتون؟ ايه بس التكنولوجيا اتطورت يا فلافيلو ولازم نتطور معها، لهيك هلا صرت بطير بالمكنسة الكهرباء. طول عمري بحلم اني طاير وحضن الكباب والكفتة بالطحينة ومعهم صينية بسبوسة، احلام كبيرة قوي. وسعوا للخطير. فلافيلو شو يلي جابك هلا؟ ممكن تختصر؟ انا جيت اخد لعبة الكتاكيت بتاعتي بقى عشان عيالي وحشوني قوي، المفروض كنت تلعب بيها شوية وتديها لي من كم اسبوع كده. شت بهالطريقة رح يسمعوك من ارض الخوف. ما تخجلني بصراحة ضيعت اللعبة. لا بتقول انك ضيعت لعبة الكتاكيت بتاعتي، حرم عليك. استنى رح فهمك، ما ضيعتها بالضبط، علقت هون وانا عم جرب شي فيها، اذا بدك تفوت تاخدها فوت، بس رح تلاقي جوا خفافيش اشرار ومستذئبين كتار. لا طبعا ابعدها عني، المهم يا سليم طبعا كده تبقى مديون لي، يعني هاخد من المحل بتاعك اللي انا عايزه، مثلا هاخد اللعبة دي، لعبة الزنازين والاشرار. معناتها من بعد هي من هون هيك. يا ريت ما تكون انكسرت والا رح يصير لنا كوارث هون. المهم تمام خدها، يلا رح روح. بدل ما تطلع تكنس السقف يا اخي كنت الاول اكنس الارض دي شويه، المنظر ده مفيش حته ما فيهاش تراب. يا عم فلافيلو على فكره ترى اللعبه هذه طلعت احلى بكثير من لعبه الكتاكيت حقتك، كويس انك جبتها. ما تقولش كده يا ليث عشان بزعل، وكمان كتاكيتي وحشوني قوي. شيو 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 كتاكيت الليزر حبايبي. ضرغام رايحه اجتماع جمعيه الذهب، لا تجلسوا تلعبوا طول اليوم وسووا شيء مفيد ينفعكم. طبعا لانك بتسوي اشياء مهمه في جمعيه الذهب. من فين تعرف ايش بنسوي؟ وجدتها أخيراً، وجدت تركيبة الذهب، وجدتها. تمام يعني كده 9 ناقص 3 يساوي 6، ونضع قليلاً من هذا. المهم حروح دحين عشان اتأخرت. هادي دوري. يو أنا جبت 3 تاني. 1 2 3. اسحب بطاقة، الفاتورة 58 دنجل. يلا على البنك ادفعيها وتعالي تاني. بنك ايش؟ هذه فاتورة الكهرباء. بابا انت اللي حطيت الفاتورة هنا؟ لا يا بنتي تلاقيها اجت بالغلط. يلا خدي بطاقة غيرها وكملي لعب. غريقتي في الطين وانت بتهربي من النيازك والاعصار. وقفي دورين. لا هذا ظلم. ده دوري. شفت يا فلافيلو مو قلت لك ارمي الزهر بالهوين؟ فين راح دحين؟ ها؟ في صندوق تاني هنا فيه زهر. ها؟ تعالوا في هنا زهر حلو مرة، شوفوا شكله كده، يلا نلعب بيه. اوهو زهر ملون وشكله حلو، عارف لو ضيعته تاني يا درغام هيقولوا مالكش فيها، فيها فلافيها. البلورة انكسرت، اتحرروا كلهم. وين حطيت الزهر تبعي؟ وين؟ لازم استعمله هلا مشان رجعهم لارض الخوف باسرع وقت. تذكرت حطيتهم وقتها بلعبه الزنازين والاشرار يلي اخذها فلافيلو، لو لعب بهذا الزهر رح ينتقل لارض الخوف وما رح يرجع، لازم الحقه. ليه عم تعمل هيك يا مستذئب؟ ممكن تهدى شوي يا عمول معروف؟ ما ادري ايش بلاي، اكو شيء واقف بحلجي مو بعارف اطلعه ابد. تمام الحين صرت زين. طالع اكو هناك. الزهر ده غريب قوي، حاسس انه بيسحبني جواه. ايش بس هذا ما في عليه اي ارقام. ما في ارقام؟ طيب ارمي وخلاص. رميت وخلاص، كم بقى عشان مش شايف؟ ها فلافيلو
صورة وجهك طلعت في الزهر. راسي بتروح مني في حتت ضلمة وعجيبة اليومين دول، في حاجة غريبة بتحصل. يا فلافيلو انت بتختفي. ايوه كنت بدور على رجلي اهي طلعت هنا. ايه ده انت مين؟ استنى عندك. هاي يا فلافيلو. عم فلافيلو كيف دخل جوا الزهر كده؟ بس هذا شيء مره مستحيل. في شيء غلط جدا بيصير هنا. لازم نروح ورا فلافيلو بسرعه، بس لازم احد يجلس هنا يراقب اللي بيصير. انا اللي حجلس. عندي فكرة حلوة، نرمي الزهر وأكبر رقم يجلس. اتفقنا. يلا. ها كم الرقم؟ ما كان في أرقام؟ ضحكت عليكم، ما ترجعوا غير لما تنقذوا عن فلافيلو. ساعدوني. تعالي هني. لو ما جبت هيدي الشمسية كنت هلق دايب من الشمس. تمام أنا هون. شوفي من الصبح معصبين وقاعدين عم تركضوا وراي، ممكن أفهم شوفي شو بدكم مني بالضبط؟ قولولي بس شوفي. هدي شوي تكفى، لعبة الصيصان مالتك هذه طاحت عندنا، جينا نردها لك. هي تبع فلافيلو. منك يا فلافيلو، دائما عامل لي مشاكل. يعني عن جد ما كنتوا بدكم تهجموا علي؟ شو بده يخلينا نهجم عليك يا زلمي؟ ولو انت جسمك بعده صغير. تمام ماشي، يلا تعالوا معي مشان نرجع اللعبة لصاحبها، هي مو تبعي. طبعا طبعا مو بمالتك اكيد. حنا صرنا وين؟ المكان هذا يخوف مرة. يلا نلاقي عم فلافيلو ونرجع بسرعة يا بابا. طيب بس حنلاقي فلافيلو فين بالضبط؟ لو كنت فيل زيه كنت هروح فين انا؟ جمهورية الفيلة. أو حتروح فيلادلفيا. الحقوني يا جماعة، حد هنا؟ هذا أكيد صوت عم فلافيلو وجاي من الغابة. العشب بيعور مرة. اشفي العشب هذا غريب مرة. فلافيلو ترغام ليف، أخيراً جيتوا، طلعوني من هنا. هص، ولا كلمة ولا نفس من دون إذن. ممكن أغني مش هتكلم، اسمع دي كده. حد يجي يلحقنا بسرعة. إيه رأيك بقى؟ طبعاً موهوب وصوتي جنان. كفاية كده، أنت مين مفكر نفسك؟ بتعور مرة. أنا يا أبضاي ملك الملوك هون، واسمي أشبوشا شيكو. ما صدقنا حفظنا فلافيلو. طلع لنا أشبوشيكو؟ ايش تبغى مننا يا عشو بوشوك؟ انا بدي العب معكم لعبه حلوه. لعبه الغميضه؟ غميضه شو انت وياه؟ حاسس بملل فظيع. انا والخفافيش ساعات نومنا مختلفه وما بنشوف بعض، والسهليه ما بتقعد بمحل واحد ابدا. شايفين شلون؟ وخر وخر. المهم اسمعوني، كنت عم اقول بدي العب معكم، اذا ربحتوا خدوا رفيقكم وبتقدروا تروحوا من هون باي وقت. اما لو انا اللي فزت وهذا الشيء اكيد فرح تضلوا عايشين معنا للابد، وطبعا اكيد رح تعيشوا هون مبسوطين. لا 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 لا، قصدي طبعا رح تعيشوا هون تعيسين. كان عندي واحد صاحبي بعيسه قوي، كان اسمه مسعود. يا مسعود انا عايش من غيرك ازاي بس؟ تمام موافق. حنا جبنا لعبه جديده اسمها لعبه الزنازين والاشرار في بيتنا، وبنتي منتظره عندها. حنلعب معاك اللعبه هذه، ومنافستك هي بنتي. بابا ايش بتسوي؟ لسه جايبين اللعبه هذه اليوم. لا تقلق ابدا يا ليث، رزان حتفوز طبعا، انا مره متاكد. هي من الالعاب اللي بحبها كثير. خلص اتفقنا. تمام اكتب لي العنوان اذا بتريد. عنوان ايش؟ مو حننتقل هناك على طول؟ نكتب ايش؟ اطلب لك لوميزين احسن. يا لخو لو سمحت ممكن تعطى واحدة برومبو؟ لو سمحت معلم تفضل، هي واحد برومبو معك. هل أخذ الجميع أمواله؟ أنا أعطيتك 100 دنقول وبدي الباقي. تأخذ الباقي فكة؟ لا لا انتبه انتبه على مهلك. على فكرة ما بيصير تعطيني كل هالفراطة هي. تمسكوا جيدا سأتوقف. بحياتي بحياتي ما عاد أركب هيك باص أبدا. مين أنت؟ أنا الملك الشرير، واسمي يلا المهم هلأ. أنا إجيت من أرض الخوف، أبوكي وأخوكي وثقوا فيكي مشان ينقصوا رفيقهم الفيل الكبير. رح ألعب معك لعبة الزنازين والأشرار، إذا ربحتي فيك تنقصي عيلتك كلها، وإذا خسرتي رح يضلوا معي هونيك للأبد بأرض الخوف. ها؟ يعني الموضوع جاء على راسي أنا. إذا بتريدي كاسة ليمون بالنعنع عم تلجي، لأني كتير كتير تعبت بالميني باص على الطريق. ما في نعنع بس في ليمون، وممكن أحط له فيه تلج كتير. تمام تمام رواق. شو ما عندكم مكيف هون؟ هاي بشم ريحة فيلي هاي من هناك، اكو قريب.
ريحة الفيل مثل ريحة البحر الأبيض الجميل. ريحة الفيل. شش، روقنا شوي، صوتك عالي وعم يشتتنا. إيوة، بس ما في هنا غير الزهر الغريب هذا اللي بيرميه بيختفي على طول. أها، بس بعرف كيف طريقة اللعب. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. شو هاد فاتورة المي؟ بس هاي اللعبة أبداً أبداً مو هيك. معلش، سيبها على جنب، هيا كمل. رح نبلش اللعبة هلأ بقوة النار. هو قوة النار. انحرقت. واو، دي حركة فيلتاستيك. بما إنك فتحت النار ممكن نسوي شوية السجق دول لو سمحت. سيف الجليد. حصل خير يا جماعة، وبعدين حصل ولا ما حصلش؟ حصل وطحينة. فهمتوا النكتة ولا أقول لكم غيرها وأحلى منها؟ طحينة من النوم. هجمة اللزقة. معليش بس كان لازم أعمل هيك. يلا نكمل. اللزقة مش هتوقفني. بطن بابا. اهدوا شوية، خلونا نشوف الأشرار الموجودين في اللعبة دي. متبقي شوية قوة، ممكن هجمة أخيرة. قوة العاصفة. إيش الكوميدي في الموضوع؟ مش هينفع أفضل هنا للأبد، أنا أوريدي زهقان. عن جد تعبت، لازم أتعلم أتنقل لحالي، ما رح أقضي حياتي بالميني باص. المهم هلأ. خلاص صرنا سوا يا حلوين. يلا يا خفاش ويا سحلية، رحبوا برفقاتنا وجيراننا الجداد اللي رح يضلوا معنا دائما. ما بظن أبدا. سليم فكري. أستاذ إب، سحلية الغيبات فامباير، وأنا فلافيلو. اخلصوا بقى. يا فلافيلو، معلش الزهر الغامض تبعي راح معك بالغلط. المهم رزان عطتني إياه. شو رح تعمل؟ تعال لهون ورح تشوف، حورجيك شو رح أعمل. عصايتي، عصايتي راحت مني. بسرعة نط لفوق. نط 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 نط. بابا، نجحنا. إيوة يا ابني، إيوة. فلافيلو، كيف حنطلعك دحين يا ترى؟ الأدبان دي كلها أساساً مش حقيقية. من الأول واقف هنا عشان أتفرج عليكم براحتي وإنتوا بتلعبوا. مو مصدق تصرفك هذا يا عم فلافيلو. طيب حتى كنت ساعدنا. تعالوا يا أصدقائي يا حلوين، يلا في حضني، عملتوا كل حاجة عشاني، اشتقت إليكم جدياً. يلا بقى نروح البيت. طيب وكيف حننتقل؟ مش للدرجة دي، مأجر لك هليكوبتر بالمرة، في موقف أتوبيسات قدامه، هنركب ميني باص من هناك. يلا يلا. قال هنتنقل. قال للأسف كتاكيتي وحشوني قوي. صح، تذكرت كنت رح انسى لعبة السيسان تعولك لايكا. كتاكيتي بجد، او ام جي، رجعولي. كل شيء دحين صار تمام. قولوا لي طيب، هو فين راح الملك الشرير وعصابته؟ خلاص لقيت لهم افضل عقاب يستاهلوا، لا تشيل هم. لا تقول خليتهم يروحوا يدفعوا الفواتير اللي كانت هنا. خود هي فاتورة الكهرباء، انت اللي رح تدفعها. وانت خود فاتورة المي. وانا رح ضل ناطر الدور كرمال ادفع باقي الفواتير كلها. تعبت مرة. دحين اخيرا وقت اللعب. افتكر البورصة. لا الارصة. حساب التوفير. لا طبعا، عسل وفطير، ذهب، فضة، نحاس، شوكولاتة بالاناناس. بابا، عن فلافيلو، انتوا عن ايش بتتكلموا؟ عن معايير الاقتصاد يا ليث. بس انا ماني فاهم ولا شيء منكم، سيبكم من الكلام هذا ويلا نلعب. ما حتفهم يا ليث، هذا شغل كبار، مو حنقضيها لعب على طول. ايوه ليث، اكبر وتعالى. ترى لو كنت محتاج اكبر عشان افهم الاقتصاد هذا، انا ممكن اكبر. اكبر كده وريني نفسك. عادي، انا راح اكبر دحين وحتشوفوا. استنى بس، هسيك عشان اساعدك تكبر بسرعة. مو مهم دحين، حكبر بعدين. اتكلموا انتوا عن الاقتصاد حقكم هذا. اقتصاد 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 اقتصاد. طيب حروح انا اجلس مع ماما شوية، اتكلم معاها في اي شيء ممكن افهم فيه. انت كمان عايز تكبر يا درغام. يلا سقيني.
انت جيت يا ليث؟ لا يا ماما لسه ما جيت، انا لسه في الطريق وجاي حالا، اكيد جيت يعني. هذا السؤال اللي بتساله كل الامهات، بكره لما تكبر وتصير ام حتفهم. بس انا ولد، كيف يعني حصير ام لما اكبر يا ماما؟ ما حتصير، عشان كذا صعب انك تفهم. اليوم هذا من اوله غريب، قلت لبابا نلعب لعبه فيديو جيم، قال لي اشياء ما فهمتها ابدا، ممكن نقعد سوا انا وانتي؟ ما راح ينفع، برتب المطبخ ولسه حغسل الصحون هذه كلها. ما ينفع تغسليهم بعدين؟ لا ما ينفع يا ليث، الكبار لازم دائما يكونوا قد المسؤوليات اللي عليهم. كوني قدهم بعدين. ما ينفع، اجدادنا قالوا لا تؤجل عمل اليوم الى الغد، حتفهم كل شيء لما تكبر. حتفهم لما تكبر، حتفهم لما تكبر، كفاية! ماني عارف متى راح أكبر، أنا من جد طفشت! أفا، طيب ليش مستعجل يا ليث؟ ما فضلش غيرك! آي! من جد مرة حلو كده، خليهم بس يقولوا علي طفل مرة تاني، شكلي صار زي الكبار بالضبط! الملابس هذه طلعت ثقيلة وبتعرق مرة! يا ليث! هو ايه ده؟ اللبس ده طلع لك منين؟ اصل شكلك فيه غريب قوي. ايش؟ صحيت من النوم وقررت تلبس من لبس ابو السباع ولا ايه؟ قول لي بصراحه. مالك شغل فيني يا رستم باشا؟ انا كبرت خلاص، مو شايف؟ صرت انسان كبير مره. بص، الورده بتاعتي اللي لسه زارعها امبارح بالليل كبرت اكتر منك بكتير يا ليث. انا رايح. ايه ده؟ انت شكلك غريب قوي. انت عامل كده ليه بنفسك يا عم؟ انت لابس كده ليه؟ ما حينفع كده، لازم اكبر بشكل اسرع. نجمي مش هينفع تشيل كل ده لوحدك، خلينا ساعدك. ما اشكال، بس خليني في حالي، بشيله براي. ظهري. لازم اربي دقني علشان تسمع كلامي. اها، لقيتها اللحية. يا دكتور أبو العنين! في يا ليث؟ عندك مشكلة؟ أوهو ليث! أخيراً قلعت بدلة الأراجوز بتاعت امبارح! رستم باشا، أنت إيش بتسوي هنا؟ بجرب عليه الاختراع بتاعي الجديد مقابل إنه ياخد مني علبة بسكوت. سبراي رائع لتطويل شعر الدقن. إيش؟ سبراي لتطويل اللحية؟ هذا اللي كنت بدور عليه، أنا هجربه ببلاش. يا ليث، عيب اللي بتعمله ده، ما تقطعش عليا رزقي كده. ما فيش أي حد يعرف ياخد علبة الويفر دي مني مهما حصل. يلا يا دكتور أبو العنين أرجوك، يلا نجرب. طيب طالما عايزه للدرجة دي، اتفضل. مو معقول، هاها، مرة حلو. لا هذا روعة، أخيراً كبرت، كبرت يا ناس. يا ليث، الولد ده بقى غريب. كنت هقوله إنه تأثيره مش طويل وهيختفي. كيفك يا بابا؟ كيفك يا ماما؟ أهلاً يا عم فلافيلو. الحق يا درغام، جدك الكبير جه. إيش ده؟ إيش فيه؟ يا ليث، إيش سويت في نفسك؟ طيب أنت كيف سويت كده؟ شفتوا؟ إيش شكلي دحين؟ خلاص صرت شخص ناضج وكبير. مو عشان صار عندك لحية صرت ناضج وكبير يا ابني. شكلي صار ناضج وكبير جدا، يعني صرت كبير. دحين ترى انتم ممكن تتكلموا معايا في اي شيء على كيفكم. ليث، من زمان كنت عايز اقول لك حاجة ومتردد، بس هقولها دلوقتي بعد ما كبرت، جه وقتها. اتفضل يا عم فلافيلو. انا اللي كلت الايس كريم بتاعك. انت كيف تسوي كده؟ ايوان يا ليث، كلته وارجوك فورجيف مي. بما اني صرت كبير فانا فاهم طبعا. خلاص انا سامحتك يا عم فلافيلو، مرة تعبت اليوم، هروح غرفتي عشان اقرأ اخبار الاقتصاد واكوي الجرافتات حقتي وانام على طول. وانا كمان هنام يا درغام، تصبح جود نايت. ايش بتسوي يا فلافيلو؟ لازم تروح تنام في بيتك. ما ده كمان بيتي برضو. اتفضلوا يا أولاد، صباح الخير عليكم. يلا يا أولاد، مش عايز تأخير خالص. صباح الخير يا أستاذي. صباح الخير. صباح الخير يا أستاذي. ثانية واحدة يا فندم، حضرتك مين بالظبط ورايح فين كده؟ حضرتك ما عرفتني، أنا ليث. معرفتكش طبعا. هو إيه ده؟ بقى عندك ده أنا أكبر من شعرك؟ طبعاً صرت كبير خلاص، عشان كده عندي لحية. آسف يا ليث، بس ما ينفعش أدخل المدرسة حد شكله كده، وطالما كبرت يبقى المدرسة ملهاش لازمة. إيش؟ ما حقدر أدخل المدرسة؟ معقول هذا؟ خلاص هذا مو مهم، حروح أشوف أي شيء تاني أسويه غير المدرسة.
طيب طالما صار ما في مدرسة خلاص يعني ممكن أروح ألعب شوية في الحديقة. هاي إيش بتسوي يا شباب؟ عم نلعب طابة. ممكن ألعب شوية معاكم؟ ما منلعب مع الكبار، ماما وبابا حذرونا. بس أنا أكبر منكم بشوية صغار. إيه طبعاً صح، حتى نبين من دقنك. شو عم تقول؟ كيف يعني بعمرنا والدقن يلي على وجهك شو لكان؟ أوه أنا كده خلاص راحت عليا، ماني عارف أروح المدرسة ولا حتى عارف ألعب. أها لقيتها، هروح ركن الألعاب، يمكن لما أروح هناك ألقى أحد ألعب معاه. هاي كيفكم يا شباب؟ مين يحب يدخل معاه في المنافسة؟ أستاذ المعارك الخطير صياد الوحوش الرهيب، مين يلاعب ليث الخطير؟ يلا يا جماعة، ما في أحد يتحداني هنا ولا إيش؟ إيه ده، مين الراجل ده؟ أكيد بيهزر يعني، دي أول مرة أشوفه. كمان هو في حد يعرفه يا جماعة؟ أنت مين يا عم أنت، وإيه اللي جابك هنا أصلاً؟ أوه، إن الواحد يكبر بسرعة مو حلو، ماني عارف أروح المدرسة ولا عارف ألعب. أوه، كيفك يا بابا؟ ليش ما رحت الشغل حقكم؟ ما رحتش المدرسة عشان تعبان شوية ومش هعرف أنظف طبعاً. سلامتك يا عم فلافيلو، إيش فيك؟ صداع فرموشي. بص، وانت ليش هنا يا بابا؟ انا خلصت شغلي بدري. انت ايش بتسوي هنا يا ليث؟ ليش ما رحت المدرسة؟ ما رضوا يدخلوني المدرسة عشان شكلي باللحية، وفي الحديقة الاولاد ما رضوا يخلوني العب. انا شكلي كده لازم ادور على شغل. ايش رأيكم في الموضوع؟ كببجي؟ انت عندك حق يا ليث، منطقي انك تدور على شغل. يا بابا بس انا ما اشتغلت قبل كده في اي مكان ابدا، ما عندي اي خبرة. دور لك شغلة وانا حتصرف. طيب فين حلاقي شغل؟ في مؤسسة اللحمة. وهذه ايش علاقتنا بيها دحين؟ عندك حق يا ليث، دور في نقابة البلالايكا. ايش يعني نقابة البلالايكا؟ حرام عليك، الولد اصلا اموره مخربطة. انت لازم تروح مكتب توظيف دحين، هناك حيلاقوا لك وظيفة مناسبة. صار لازم أروح أجرب ألاقي شغل، دام كل الكبار بيسووا كده. ممكن تقولي في مؤسسة كبيرة للحمة، ليه مفيش مؤسسة للفراخ والجمبري؟ نضحك يعني؟ من التالي؟ ما في غيري أصلاً. حسناً تفضل، إن عدد الوظائف المتوفرة والمناسبة لك هنا صفر. صفر فقط، لا يوجد، لا عمل مناسب لك، اذهب اليوم وعد إلينا غدا. وبعدين؟ طيب آسف، ساعة العمل لدينا انتهت، وداعا، سنغلق الآن. ليش في باب جرار هنا؟ لأني أحب فتحه وإغلاقه جدا، لم أصبح بقالا أو جزارا لذا فعلت هذا من حب الله. خلاص فهمت. تود أن تسمع كلمة السر الخاصة به وهو يغلق؟ جرار. ماني عارف أروح مدرسة ولا عارف ألعب ولا عارف ألاقي شغل. أنا ندمان مرة إني صرت كبير، الموضوع تراه صعب جداً. ها؟ إيش هذا؟ مطلوب دهان بسرعة جداً للشغل. مطلوب دهان؟ أعرف أسوي الشغل هذا، أنا بلون كتب الألوان حقتي صار لسنين، هذا مرة سهل. يا ليث يعني منك منتبه؟ هذا مو عدل، يعني أنا جالس أشتغل طول اليوم وأنتوا قاعدين هنا بتلعبوا؟ ها ها، جول ثالث. ليث عنده حق، ده مش عدل، أنا عايز أجيب جول كمان. أوه، طفشت مرة من إني أكون كبير، أبغى أرجع بزر. بس الموضوع هذا حلو مرة، عشان بتشتغل وكمان بتجيب فلوس للبيت. بس ما أبغى أشتغل تاني، أبغى أروح المدرسة وألعب مع أصحابي، كفاية، أبغى أتخلص من اللحية هذه نهائياً. بابا ممكن تساعدني؟ تمام، تعال هنا يا ابني. ها؟ اتفضل. ها؟ اوه، على طول شايل معاك مكنة حلاقة في أي مكان كده؟ عبقري يا درغام. ها؟
ها؟ هذا مو معقول. حاجة غريبة قوي يا ليث، وشك بقى عبارة عن غابة دهون. هذا شيء مرة غريب، حجرب تاني. خلاص ما راح ينفع كده، أنا لازم أروح لدكتور أبو العينين. هو أبو العينين دكتوراه في الحلاقة؟ أكيد دكتور أبو العينين عنده طريقة تخليني أتخلص من اللحية عشان أرجع طفل تاني، أكيد هو حيعرف يساعدني. ها يا سيدي، أبحث عنك في كل مكان، وجدت وظائف مناسبة لك. لا مشكور مرة يا صديق الأبواب الجرارة، بس خلاص ما أبغى أشتغل أبداً. هذا الكلام غير مناسب، أنت تقدمت للحصول على وظيفة، عليك العمل. يا سيدي خلاص وما أبغى أشتغل أبداً، يلا ولي. ألست من كان يبحث عن وظيفة؟ هل استسلمت سريعاً؟ أيوة خلاص أنا كده استسلمت. إذن للأسف جنيت على نفسك. إيش في هذا؟ تفضل هنا يا سيدي، انظر توجد وظائف كثيرة، قل لي أرجوك من سيشغلها. ها؟ سيبني في حالي، أنا مجرد بزر صغير مو شخص كبير زي ما أنت شايف. لكن شكلك لا يبدو طفلا، وإنما تخبئ شيئا. هذا الملف مليء بإعلانات وظائف، تفضل هنا من فضلك. لازم أوصل لمختبر دكتور أبو العينين بسرعة، لازم أرجع بزر صغير داني في أسرع وقت ممكن. لا تهرب يا جزار، يا بقال، يا مقاول المباني، تعالوا هنا، إن موظفكم يهرب. إيش ده؟ سيبوني لحالي، إيش تبغوا؟ الناس هادي، إيش تبغى؟ دكتور أبو العينين، دكتور أبو العينين، أنت وين؟ تعال الحقني. ما حقدر أتحمل أكثر من كده. ها قد وجدتك يا سيدي، كنا نبحث عنك. هل قررت بأي وظيفة ستعمل؟ إيش ده؟ مكتوب عليه إسبراي للطفولة؟ هذا هو. هذا هو، أيوة كده، يا سلام، رجعت صغير مرة تاني. هوبا. لا أصدق، يبدو لي أنه طفل وغير مناسب للعمل. حسناً، هكذا سألغي طلب الوظيفة الذي قدمته إلينا، لم أعلم أنك طفل صغير. ها يلا روح كمل لعب بالباب الجرار حقك. هو في إيه بالضبط؟ إيه الدوشة دي كلها؟ يا ليس، استخدمت سبراي الطفولة؟ أيوة يا دكتور، عشان طفشت من إني رجال كبير، كان لازم أرجع صغير مرة تاني. بس كان تأثيره هيروح قريب قوي، أنت استعجلت وجربت اختراع جديد. كيف هذا يعني؟ يعني اصلا هترجع لطبيعتك، بس رشيت سبراي الطفوله، يعني هتصغر اكتر وهتبقى رضيع. امتى بالظبط؟ دلوقتي. بس ما تقلقش، ده كمان تاثيره هيروح بعد كام يوم. هذا مستحيل، من جد هذا مستحيل.